النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: لما خلق الله الرحم قامت فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال جل في علاه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. توعد الله عز وجل، وعد وتوعد، وعد من وصل رحمه أن يصله، ومن قطع رحمه أن يقطعه، يقطع ذكرك، يقطع أبواب الخير عنك، يقطع أبواب التوفيق عنك، يقطع راحة البال وانشراح الصدر عنك، يقطع بر أبنائك بك. كل هذا قد تكون أبواب مغلقة يغلقها الله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل.